ارتبطت شخصية كاوا الحداد بعيد النيروز. وعيد النيروز هو من أقدم الأعياد يلي في ناس بتحتفل فيه ليومنا هاد، وغير الكراد بيحتفلوا فيه كمان الفرس والأفغان والطاجيك وأعراق وقوميات تانية. وقصة هالعيد بتختلف روايتها من منطقة لمنطقة، وأحياناً في عدة روايات بالمنطقة الواحدة، بس بالنسبة لأكراد سوريا فأشهر رواية لعيد النوروز هي المرتبطة بشخصية كاوا الحداد. وبتقول قصة كاوا الحداد إنه بقديم الزمان كان في ملك شرير اسمه الضحاك. هذا الملك كان ملعون هو ومملكته بسبب شره وظلمه، ومن اللعنة بطلت الشمس تشرق على المملكة وما كان يطلع بأرض الزرع. وغير هي اللعنة كان في لعنة تانية بتتعلق بالملك نفسه، إنه هالملك كان ملزوق بكتفه ثعبانين وعجزوا أطباء هداك العصر إنه يلاقوا طريقة ليستأصلون. وكانت الثعابين وقت الجوع يحس الملك بألم ووجع لا يحتمل، والحل الوحيد يلي بيهدي جوع الثعابين إنه يأكل كل واحد منهم دماغ طفل. مشان هيك كان كل يوم ينقتل اثنين من أطفال القرى المحلية وتتقدم أدمغتهم للثعابين يلي على كتف الملك. وبوحدة من القرى كان في حداد اسمه كاوا. هذا الزلمة كان عنده 17 ولد، انقتل منهم 16 لتتقدم دماغاتهم لثعابين الملك، وضل عنده بنت وحدة. وبيوم من الأيام إجا دور هي البنت الصغيرة لتنقتل ويتقدم دماغها للملك، فقرر كاوا إنه يخدع الملك وثعابينه، وبدل ما يقتل بنته ويبعد دماغها خباها ودبح خروف وبعد دماغه، وفعلا مشيت الحيلة على الملك والثعابين. وقت سمعوا بعض أهالي القرية بهي القصة يلي كانوا الناس عم بيتهمسوها بالسر، صاروا يعملوا نفس الشي ويبعتوا أولادهم على الجبل، وهنيك بيستقبلهم كاوا الحداد وبيعتني فيهم ويبعتوا للملك دماغ خروف. ومع الوقت صاروا الأولاد يلي برعاية كاوا كتار كتير وكبروا وصاروا شباب، فقرر كاوا يقودهم تحت رايته ليحاربوا الملك الضحاك ويقتحموا قلعته ويقتلوا. وفعلا هذا يلي صار، اقتحم الجيش القلعة وقتل كاوا بنفسه الملك الضحاك. ولحتى ينشروا خبر النصر شعلوا نار كتير كبيرة على الجبل شافتها بلاد ما بين النهرين. وتاني يوم بعد ما زالت اللعنة بزوال الملك طلعت الشمس وبلش الزرع ينبت، وهي كانت البداية ليوم جديد. ويوم جديد باللغة الفارسية يعني نوروز، وتعريبة نيروز. لهذا السبب بيعتبروا الكراد هذا اليوم عيد قومي، وبيضيفوا له بعض المظاهر السياسية للتأكيد على هويتهم الذاتية ولتسليط الضوء على تاريخهم. ومن طقوس الاحتفال بهاليوم عند الأكراد إنه يلبسوا الشباب والنساء والشيوخ الزي الكردي التقليدي، وبيحضروا الأكل الكردي التقليدي، وبيطلعوا من البيوت للطبيعة للاحتفال بهاليوم، وبيشعلوا النار تيمناً بنار كاوا يلي شعلها ليعلن النصر. وتعتبر الأهازيج والدبكات من أهم مظاهر الاحتفال بعيد النوروز. وبيتنظم مهرجان غنائي شعبي بتتخلله مقاطع شعرية بتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. هي واحدة من الروايات يلي بتتعلق بقصة النوروز، وفي عدة روايات تانية أغلبها بيرجع لأيام الحكم الفارسي بالمنطقة. ومثل ما قلنا إنه كلها ما بتخلى من الأساطير. بيروز به، كل عام وأنتوا بألف خير.